قالت لي تنحس بحال شي واحد باغي يجي يقشجني الراسه، ما فهمت انا شنو وقع لها. عاوتاني قالت لي عرفتي نوضتني مع ديك، نوضتني مع ديك 3 الليل، ما عرفت بعدت من حداها وهي تبدا تضرب راسها مع الحيط، بدات تضرب راسها مع الحيط وبدات تقول لي راه تنتقطع برك تغوص. قلت لي تنتقطع شويه وهي قالت لي جبتي طاسه رد حاسك، وهي ترد داك السي مخلط ما عرف حاسكم الخوت حاسكم تخلط على هاد الدنيا. اش نقول لكم، عرفت شتي بلي تضرب راسها وتهرس لي في الكيسان معنا داك السيت. انا مسحور ولكن انا تنقرا القران تنصلي صلاتي وكل شيء. المهم صافي، ما انا جبت حياتي السوسي تنطيب لك تاكل في الجوع. ها انا نجيب لك حبيبي وشي 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 هذيك الزوينه. يلا نعس. السلام عليكم خوتي، صافا مزيان بخير نتوما؟ كلشي مزيان لاباس عليكم؟ كلشي وهداك. المهم اليوم غادي نمشي نتسخر مع دنيا مريضه، انا راني نجي نعاود لكم راه الهربه. المهم عرفتي البارح وقع لي واحد المشكل، المهم وقع لي واحد المشكل تخلط على داك التوكال، ما عرفتش شنو داك الشيء تخلط عليها البارح. خرج ليها خرج لها داك التوكال، خرج لها البارح البحث نطرح عليها سميتو ودي قصة طويلة. المهم نحاول نقسمها بزاف. المهم صافي السيدة ولا تدخل على راسها بحال دخلت في واحد النفسية صعيبة، ما فهمت انا هاد السي ديالها. المهم قالت لي تنحس بحال شي واحد باغي يجي يقشجني الراسة، ما فهمت انا شنو وقع ليها وشنو. عاوتاني قالت لي عرفتي نوضتني مع ديك 3 الليل، ما عرفت شنو. قالت لي انا لا انا باغي نمشي بحالي، انا لا انا ما عرفت شنو وقع. سيدة بوحدها ما عرفت شنو وقع عليها. المهم حس مع داك التوكال وداك السحر اثر عليها مسكينه بزاف. المهم دابا راه مريضه، دابا راه شويه دابا. المهم قولوا شويه وصافي صافي. ناندنا مع الصباح عندنا غاديين لاباس واحد السويه بعدت من حداها وهي تبدا تضرب راسها مع الحيط، بدات تضرب راسها مع الحيط وبدات تقول لي راه تنتقطع برك تغوص. قلت لي تنتقطع شويه وهي قالت لي جبتي طاسه رد حاسك، وهي ترد داك السي مخلط ما عرف حاسكم الخوت حاسكم تخلط على هاد الدنيا. اش نقول لكم، عرفت شتي بلي تضرب راسها وتهرس لي في الكيسان ما عرفت شنو وقع عليها. المهم وصافي انا كنت ديك الساعات نشدها ما تنخليهاش دير شي حاجه في راسها. المهم صافي شويه دابا تهدنات ملي رداش هذاك السيد تهدنات، حيت هذاك السيد تعصب كان داخل كنعصب وراسه تضرها وداك السيد. طلقت لها سوره البقره، اي حاجه تدوى بالقران طلقت لها سوره البقره. حتى انا راه فيا داك السيد، فهمتي بيت انا داك السيد. انا مسحور ولكن انا تنقرا القران تنصلي صلاتي وكل شيء. المهم صافي صافي ودابا راه شويه دابا خلي سام مرتاحه في الدار. المهم دابا الخوت غادي نخرج دابا غادي نمشي نجيب السوسيط غادي نطيب اليوم السوسيط. المهم خلي دابا كل المراحل. المهم الله يجيب السيفه والله يبعد علينا ولاد الحرام. احنا ما عرفتش شنو عندنا، ما عندنا حتى حاجه، بنادم تابعك على والو، ما عندنا ما نديرو خوت الصبر وصافي. انا خوتي دابا غادي نمشي ناخذ السوسيط باش نطيبو. المهم وكاينين بعض المراحل، المهم خليكم معنا وحاولوا تساعدوا معنا بالبارطاج المهم انتم عارفين حنا الخوت كاملين. يلا المهم خوتي خليكم معايا حتى ناخذ السوسيط وانا معاكم. مازال معاكم السوسيط. المهم راه نمشي للدار ونوريكم الدنيا واخا دار باب نعسى. المهم انا غادي نوريها لكم تمشي للدار ان شاء الله وغادي نوريها لكم. انا المهم هيا سويسو غادي نوريكم. انا غادي نطيبو دابا، هي مسكينة مريضة خصني نعاونها وخصني ضروري نوقف معاها مسكينة. والله طلبوا لها الخوت الله يجيب لها الشفاء الخوت يا ربي امين. هذاك السي اللي تتلوح هي في القناة ديالها، هذاك السي ديجا مسجل، هذاك السي ديجا مسجل فهمتي، زعما مشي دابا نايضة وتتقاد داك الشيء مسجل فهمتي. ما مشي دابا حنايا انت هذاك الشيء حتى تبقى عندنا البريفي
تنبغي نوريو ليكم وصافي. حيت دابا مع على حساب دابا مع مرضس حنا تنلوحو فيديوهات تيقول او تهاديك كيفاش نايضة نايضة تقاوية مريضة فهمتي. هانتو تيوقع حنا تنخلو فيديوهات بريفي داك السؤال اللي كان. يلاه المهم خوتي خليكم معايا توصل للدار وانا نكمل معاكم. خوتي الله وصلت هاي انا لقيت هنا حطيت هاد هانتي هاي مسكينة الدنيا هاي هانتوما الخوتة هاي مسكينة مسكينة الناس عيانة شوفو هي انا مسكينة سخوينة الله يلاه سخوينة فين طرالي كاع داك السي طرالي البارح مسكين دنيا شوية حبيبة. المهم انا جبت حياتي السوسيط نطيب لك تاكل فيك الجوع ها انا نجيب لك حبيبة بوشي 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 هاديك الزوينة يلاه نعس حياتي انا نطيب. المهم كملت في شوية خوتي هاهي مريضة. المهم الله يطلبوا ليها يا ربي طلبوا ليها السيفة الخوت طلبوا ليها السيفة الله يجازيكم بخير. يلا خوت تلقاو ليه في كوزينه دابا غنبدا نصايب هذاك الشحسي مسكني فيها الجوع. يلا خليكم معايا الخوت جي مع رجعت ليكم انا رجعت ليكم. المهم السويسو غادي ناخذ شويه. المهم هاي السويسو دابا غنكردو وبصيله. المهم دابا كما شفتو مسكينه الدنيا معيانه اليوم غادي نعاونها ضروري قطع لها داك الشيء ونطيب لها. يلا خوتي خليكم معايا شوفوا التكرار. المهم خوتي دابا عندنا بصيله ندير بصيله وهاد السوسيط دابا غنقطع السوسيط هو جبتو هاد الطبيسيل فوالا دابا نقطع هادشي هاكايا كما تشوفوا السويس صحيت لي الميكا وداك السي دابا غندا دابا نطيب دابا نقرب على البصله غير حيد عليا حتى نشوف واش فين هو ما عرفت حتى دير الدنيا داك القرا داني تنقرب فوق منا واش فين انا قرب انا قرب فوق منا بلاطو شوفوا سبحان الله العظيم بصله فيها جوج هنا ها هو الجنوان نصل الخالي يعني ودينا هازرو مرات مريضة وقاعد نضحك سبحان الله العظيم شوف البصلة كي دايرة الخوت شوف كي قيسة سبحان الله العظيم ناري دابا غادي نبدا بكي دايرة شوف شوف بصيلة كي دايرة الخوت شوف بصيلة قيس فيها جوج صافي دابا غادي نبدا بكي دايرة انا امسي عزيز عليه التفواز وخا زعما يكون هاد السيد زعما تنفوز عند واحد ولي يفوز شويه بغا نحيد هاد البصله هادي انا شويه دابا شويه دابا غادي نبدا نبكي شويه شويه غادي نبدا نبكي ناري 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 صافي غنبدا نبكي بصلة الصراحة لي نبغي يفتج على راسو ياخد البصلة صافي ويبدا يبكي صافي مشيت فيها نجمع بعد هادشي نروحو تعجبني زين الروينة صراحة ويلا نسي فين البصلة انتم الخوز كما تشوفوا تبكي مع البصلة تبكي هاد بغي يفوز يدير البصل والله الا الدموع تا خرجهم دابا نبدا نكرب بسم الله يا ربي يا صبعي زين وي ماضية قطع
عدوى ور بعدا ما 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 نقرا بحالك شويه هاي المهم انا تنتقدو خمتي بنت وي صراحه البصله تتبكي وي لا علينا عينيا عيني متاو ما بغيتش نديرو في الفيكساسيون ما يبان لكم والو قلت له ما قرب ولكن هي هي ما بانش خليكم معايا تنقرط البصله انا ها انتم الخوت كما قرط البصله دابا غادي ندير الزيت وغادي نتعالى عليها دابا حيت عليا البصله حرقتنا الخوت ليلا حرقتني في العين ديالي يلا خوتي خليكم معايا تنقاد لكم تما تشوفوا معايا تما يلا خليكم معايا الخوت انا دابا رجعت معكم دابا غادي نديروا دابا الزيت ندير شويه الزيت هنا دابا وقت الشواطه ديال بشويه ديال الزيت هادي غادي مع الروميه مع السنون هادشي المهم نديرو الزيت نخلط نخلط تجي منك عيا هاديك هانتوما درت هاديك زيت الروميه وزيت العادية دابا غادي ندير دابا غادي نديرو بصحيحة غنديرها بحاجة بحاجة باش طيب ليا هادي شنو شطون ولا منقطع نديرو كل شوية كل شوية نديرو كل شوية وجه شوية طيب شوية نديرو نديرو طيب لو تعبان طيب شوية كنقول في كوبسي Thank you.
نخليكم معايا نكمل البصله ونكمل معاكم. يلا هانتوما الخوت، هانتوما كما تشوفوا هاهي البصيله ديالنا هنا هي درسه، وهي البصيله ديالنا. المهم دابا بقى لي السوسيط، المهم خليكم معايا حتى نقاد الكاميرا. المهم الخوت دابا غادي نبدا بالسوسيط دابا، لا نبقى نقرب ليكم حتى الاخر تشوفوا النتيجه، بغيت زعما نقرب ليكم ولكن صافي خليت الاخر تشوفوا النتيجه. انا قررنا البطل على محسن ديروا نيسان دابا بقى لي دابا غندير سويسوما السوسيط. السوسيط انت بغيت نضحك معاكم و تنقول تشوفوا بالطريقه سويسوما. ها بغا نبدا حتى الاخر نوريكم هذاك الشيء اللي صايبت. المهم نبدا دابا السوسيط، نبين لكم معايا قطع الصلصه هكا، هذا هو الوسط. صافي دابا غادي نديرو دابا صابون نحيدو الصابون و الصابون في هاد الأسيام بقا تورخا. يقولوا لي علاش تدير دابا هادي باش تتعافى بالعافية. هايا ها الله دابا تبنيني مع راسك بعد واحد الجوج بعدا نطالبها وما نحط درت البصلة هنا وزيت البصلة تا هو مع البصلة هنا شويلك مع راسك. كيف تكتر بزاف يقدروا يتحققوا لك ما نتعب من الدين اللي مهنا مني ندير اسمي اللي ما بغينا تصفى بيه هذا ما بغينا صراحه خاصو وصوتنا متحرق صالح خاص بحال دابا هاد السي يديرو لي داك السي لي بحال السي مونس تولول يديرو لي داك العيب باش يحرق. الشياط هاي راه الشياط ايوا الله اكبر هذيك انا غطيح الشوارع. في الصالة هتطلق
العقلة بقيهم دابا الصوصيط هو اللي يبقى. الكلمة ديالو تيزي خطير. الفرق قاعد تدير صافي انتهيت من الصوصيط. صافي ساليت دابا وازن وهذاك في طويسيلو وهذاك وفي البلاطو وازن هذاك الشيء. يلا خوتي خليكم معايا. هانتوما الخوت كما شفتو سوايع السواق عدينا وكلشي هو هذاك. هانتوما اي حسن بغيت نشارك معكم ان شاء الله ما يكون الخير. المهم خوتي طلبوا للسيفان الدنيا مسكينه طلبوا لها السيفان الخوت وتنبغيكم بزاف بزاف وتنموت عليكم وبزاف تنموت عليكم. المهم تنموت مع تنموت على المغاربه ديالنا والناس ديال الجاليه المغربيه وكاملين تنبغيكم بزاف بزاف وتنموت عليكم. يلا خوتي نتلاقاو في فيديو جديد. المهم كما تبسط سويس ان شاء الله يكون شي حاجه جديده وان شاء الله ما يكون جديد بزاف بزاف. المهم خليكم يلا يلا خوتي بسلام عليكم تبغيكم.